أسرار الملك أحمد حسام ميدو في الأهلي. ده مش كلامي، دي قصة بدأت بحكاية من الطفولة، والمهندس عدلي عنده بعض تفاصيل الصبا. نشوف أحمد حسام ميدو لما كان معاه الكابتن حسام غالي في برنامجه قال إيه. أبويا كان لعيب في نادي الزمالك الله يرحمه، ومشي من نادي الزمالك كان زعلان جدا، متأثر جدا، ورغم ان هو زملكاوي كبير جدا لكن كان جواه جرح كبير جدا من نادي الزمالك، لان هما هو فضل يلعب في النكسه 5 6 سنين والدوري واقف، وبعد كده اول لما الدوري رجع مشوه. كابتن صلاح حسني قعد معاه فقال له انا شفت ابنك بيلعب، الواد ابنك ده لعيب جامد جدا. قال له انا هشوف ايه؟ هشوف الفرقه بتاعته في الاهلي هتتمرن امتى؟ فقالوا بيتمرنوا من الجمعه قبل الصلاه. ابويا خدني الصبح، وكان مشوار طويل جدا يعني، ابويا كان عنده عربيه 32 زرقاء كده. ورحنا مع بعض وانا صغير، دخلنا النادي الاهلي، وكنت العب في الاهلي، كنت عيل صغير عندي 7 سنين. فروحنا فعم جمعه، قابلنا عم جمعه في استاد مختار التتش، وقال له ان النهارده الفرقه دي السن ده مع عندهم دوره بره بيلعبوا، انت فاكر التورنمنتس بيلعبوا بره بتاعت مدارس الكوره دي، فمفيش حد النهارده يتمرن. كابتن صلاح حسني يعني غلط في التاريخ يعني، كان يوم جمعه. فابويا واحنا طالعين من الاهلي فقال لي بقول لك ايه، طالما ضربنا المشوار تعال نشوف مين في الزمالك. قصه حقيقيه. فرحت دخلت نادي الزمالك كان مكتوب لي ان انا في الزمالك. دخلت يا حسام لعبت بعد 5 دقائق، ايدوني في فرقه ال 14 سنه. يعني اول لما نزلت لمست الكوره كده 3 4 مرات قال لك وقف تعالى، ومن ساعتها رحت نادي الزمالك وبقيت لعيب في نادي الزمالك. شفت عم جمعه؟ الحمد لله عم جمعه انقذنا. رغم الإفيه اللي قاله الكابتن حسام غالي، لكن يبقى حسام الكابتن ميدو أحمد حسام واحد من أهم المواهب التي ظهرت في الكرة المصرية، كمهاجم قوي يمتلك كل المهارات، واقترب من النادي الأهلي أستاذ إبراهيم أكثر من مرة. يعني الصدفة البحتة هي التي حالت دون يعني أنه ينخرط في صفوف النادي الأهلي. هو جاء الأهلي أولاً، وبعدين ما كانش يوميها في تمرير الناشئين. لو كان في تمرير الناشئين لن تخطئوا العين ان بعد 5 دقائق كانوا هيبقى احمد حسام ميدو. طيب فيه، ولكن بعد كده بقى اقترب اكثر من مره. ايوه هو ده بقى، وهو تحت 18 سنه. ايوه يا زلي بقى نقول شويه كلام يعني لا يعيب اي لاعب محترف انه يكون محل اهتمام انديه كبيره زي النادي الاهلي. هو كابتن جمال حمزه في هذه السن اقترب كثيرا من النادي الاهلي، واجتمعنا وكان اعتقد في احد الفنادق الكبرى. انت بتبص هنا فندق من دول؟ يعني احد الفنادق الكبرى. ولكن حصل حاجتين. حاجه تخص الكابتن ميدو وحاجه تخص الكابتن جمال. اللي يخص الكابتن ميدو وجمال الاثنين. الاثنين كان في كلام. وهم 18 سنه؟ 18 كانوا مش متعاقدين وهيسافروا يلعبوا بره. وقالوا لو الاهلي عايزنا احنا ممكن نشوف الاهلي عايز، يعني بيتفاهموا. طب هو الاهلي عايزنا ازاي والارتفاع يكون ايه ونرجع ولا ما نرجعش والكلام ده. تمام. طب الكابتن احمد حسام وهو خلاص هيروح بره، الكابتن الجوهري ضمه للمنتخب. فبدات مسيره مختلفه، غير الاتجاه، انفجرت موهبته بشكل لافت جدا. وتسارعت خطواته الاحترافيه، راح واحد من اهم انديه هولندا اللي كانت مصنع الابطال، اتمرن مع كومان، واحد من اهم المدربين على مستوى العالم. تفاجئ، وبعدين راح بقى مارسي، وراح لعب جنب ابراموفيتش ودروجبا، وهو على فكره شخصيته تقترب من شخصيه ابراموفيتش شويه. انه الموهبه التي يصعب السيطره عليها. لذلك اخر مره وهو بقى في لندن كان هناك كلام انه طب هيرجع بعد كده على النادي الاهلي، حصل كلام بيني وبينه يعني. تالت. يعني احمد حسام ميدو كده يقترب الاهلي 3 مرات. وكان يعني طواق يخوض التجربه. ولكن هي كلمك هو في لندن. في الاخر خالص بقى هو يعني يبدو انه كان قرر يرجع مصر. حصل الحوار بيننا. وهو رحب وكان مهتم انه يجي النادي الاهلي. ولكن كان في وجهه نظر تانية خالص. يا جماعه الشخصيه دي بالامكانيات العاليه دي، بالانديه الكبيره قوي قوي اللي راحها دي، بالفلوس الكتيره قوي قوي اللي خدها دي، كيف يمكن ادارته ضمن فريق النادي الاهلي اللي كان لسه التجارب الاحترافيه
مفيش الارقام بتاعه اليومين دول. تعثرت الامور ورجع على الزمالك. تعثرت الامور ورجع على الزمالك، لكن هو موهبه. اعتقد ان كابتن احمد حسام لو ادار نفسه كما ينبغي، هو نفسه معترف، كان بقى واحد من اهم اللعيبه على مستوى العالم، مش عايز مناقشه. يملك القوه، يملك المهاره، يملك لكن كان جواه جانب متمرد حتى وهو في منتخب مصر. دي يمكن تكون حجزته شويه. هو كمدرب النهارده اعتقد عنده فرص كبيره للنجاح. لا اعتقد انه شايف ان اللي معاه احمد حسام ميدو كان هيقول له ايه. نتمنى لكل نجومنا الموهوبين كمان كل التوفيق وكل مجالاتهم. اذا كنا دلوقتي بنستأنف بطوله الدوري والاهلي بيتصدر بطوله الدوري ووصل امبارح للنقطه 52، فمن 40 سنه من دلوقتي مجله الاهلي احتفلت ببطوله الدوري. نشوف مجلتنا. من 40 سنه كيف احتفت مجله الاهلي بابطال